الأستاذ الدكتور طلعت عبد العاطي، رئيس أقسام البطنة كلية طب جامعة اسكندرية، ورئيس وحدة السكر والميتابوليزم كلية طب جامعة اسكندرية، ورئيس شرف المؤتمر. هتكلم النهاردة على نوبات هبوط السكر في مرضى السكر وأعراضها وإزاي أتجنبها وليه بتحدث. ليه بتحدث؟ حضرتك ممكن تاخد جرعة من الدواء غير الموصوفة لك، سواء كان إنسولين أو أقراص، تاخد زيادة عن المصرح به، أو تاخد الدواء وما تاكلش، بالذات الإنسولين. الإنسولين لازم يتبعه أكل ما عدا الإنسولين اللي هو طويل المفعول زي اللانتوس أو التريسيبا. أقصى وقت يمر ما بين المريض ياخد الإنسولين وما بين تناول وجبات ما يزيدش أبدا من ربع إلى نص ساعة في معظم أنواع الإنسولين. الحاجة الثالثة اللي هي التمرينات المفاجئة، والتمرينات المفاجئة دي مهمة جدا وبالذات في الأطفال. لازم يبقى في بروجرام أو في برنامج أو في تواصل ما بين أهل المريض وما بين الطبيب، بحيث أن يوم التمرين يقلل جرعة الإنسولين أو ياخد وجبة زيادة هو داخل التمرين، أو يحلل سكره قبل ما يدخل التمرين. رابع حاجة، لو الآن عنده مشكلة في الكبد أو مشكلة في الكلى برضو بيصوبوا أو بينوبوا أعراض هبوط السكر، لازم يراجع طبيبه علشان يعدل الجرعة. أعراضها إيه؟ إن هو العين حس برعشة، بدوخة، بزغللة، بضربات قلب سريعة، بعرق، ممكن يوصل لغاية التشنجات والغيبوبة. في الحالة دي الوقاية خير من العلاج، لابد من اتباع تعليمات الطبيب في الجرعات، في كيفية التناول، في التغذية، في التمرينات، والعيان يحس نفسه بالأعراض ويبقى عارفها ويقدر يتصرف فيها بسرعة، على الأقل ياخد كوباية عصير أو حاجة حلوة أو شوكولاتة معاه ما قبل يحدث له غيبوبة كاملة تحتاج لنقله للمستشفى. وشكراً.